كما عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا. تفضلوا استراحة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس دكتور حسن شيخ محمود، اسمح لي ارحب بيك اهلا وسهلا وبالوفد المرافق ليك، ضيوف اعزاء على مصر، واسمحوا لي ان انا ابدا حديثي بان انا يعني اقدم لفخامة الرئيس وللشعب الصومالي التعازي في الحادث الارهابي المزدوج اللي تم في 2 من هذا الشهر في مقديشو، فتعزية في الضحايا والأماني الطيبة للمصابين. الحقيقة العلاقات بين مصر وبين الصومال يعني علاقات تاريخية ممتدة منذ سنوات طويلة، ويمكن على المستوى العصر الحديث من الستينات، وكانت دايما العلاقات بين مصر والصومال علاقات بتتسم بالاستقرار والأخوة والتعاون، وده أمر مستمر حتى الآن، وإحنا حريصين جداً في علاقتنا مع أشقائنا في الصومال أن إحنا نكون عامل إيجابي كبير في التعاون والتنمية بين البلدين. واسمح لي فخامة الرئيس أن أنا قبل ما أتكلم على يعني المباحثات الثنائية اللي تمت خلال لقائنا وأعضاء الوفدين، أن أنا أهنيك شخصياً وأهني الصومال بالنجاح اللي تحقق خلال وجودكم وبحكمتكم في إدارة الأمور. نجحتم في رفع العقوبات عن الصومال والحظر اللي كان مفروض، وده أمر رائع ومهم جدا. أيضا إن شاء الله تتولوا مقعد في مجلس الأمن، وده أمر مهم وبيعكس مدى الثقة ومدى الاحترام اللي بتتمتع به الصومال إن شاء الله في 2025 و2026، وبتمنى لكم دايما التوفيق، وأيضا بتمنى لكم في يعني جهودكم اللي بتتم في مكافحة الإرهاب وتأمين البلاد واستقرارها. ولازم تكونوا متأكدين، وأنا بقول الكلام ده عشان يبقى مسموع لأعضاء الوفدين وأيضا للشعبين المصري والصومالي، إن إحنا حريصين على إن استقرار الصومال ومكافحة الإرهاب تتم بنجاح حتى تعود الصومال أفضل مما كانت. تحدثت مع فخامة الرئيس على الإجراءات اللي احنا قمنا بيها خلال الفترة اللي فاتت، ومن جانبنا احنا يعني السفارة المصرية كانت رجعت للعمل في مقديشو مرة تانية وبتستأنفت عملها، خطوط مصر للطيران بين القاهرة وبين مقديشو تم استئنافها، وده أمر طبعا في بنك مصر موجود دلوقتي، موجود أيضا في الصومال. كل الجهود كل اللي أنا بقول عليه ده هي عبارة عن إجراءات الهدف منها تأكيد التعاون وتأكيد الأخوة اللي بيننا وبين الصومال. ثم النهاردة زي ما شفنا يعني بين التعاون العسكري والاتفاق اللي تم بين وزاري الدفاع المصري والصومالي يصب في هذا الإطار. واللي أنا عايز أأكده هنا إن إحنا تعاوننا دائما يهدف إلى البناء والتنمية والتعمير، ولا نتدخل أبدا في شؤون الدول، ودائما اللي بيحكم مسارات سياستنا هي احترام القانون الدولي والأعراف الدولية وسيادة الدول، وده اللي احنا بنقوله فيما يخص الصومال. مهم جدا إن احنا كدول، دول جوار، دول الإقليم، دول القرن الأفريقي، إن احنا نحترم سيادة دولنا ونحافظ على استقلالها، ويبقى اللي بيحكمنا هو التعاون فيما بيننا وليس أكثر من ذلك. نحن مع الصومال واستقرارها وسيادتها، ولكم في مصر هنا فخامة الرئيس أشقاء وأصدقاء حريصين جدا جدا على العلاقة دي وعلى تطويرها. مش عايز أطيل عليكم، لكن أنا بقول الكلام دوت عشان تبقى رسالة للجميع. نحن مع، أنا بتكلم على قانون دولي، بتكلم على أعراف دولية، بتكلم على سيادة، نحن مع الصومال والتعاون. بالمناسبة مصر ستتولى
في أكتوبر القادم إن شاء الله قيادة أو مسؤولية مجلس السلم والأمن الإفريقي، وده هيبقى فرصة لينا إن إحنا يكون لنا جهد بالنوايا الطيبة اللي أنا بتكلم عليها دي من أجل أمن واستقرار مش بس الصومال، لا كل الدول الأفريقية، وده هيبقى جهدنا الإيجابي في هذا الأمر. في نقطة مهمة أوي عايز أذكرها هنا وتحدثت فيها مع فخامة الرئيس، نحن بما أن إحنا أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وطبعا خلال هذا العام أو على نهاية هذا العام سيتم تجديد البعثة، بعثة حفظ السلام في الصومال، وإحنا كأعضاء سنتقدم بأن إحنا نشارك في هذه البعثة، والأمر في الآخر بيبقى متروك للدولة المضيفة، الدولة اللي بيبقى القوات موجودة عندها، إن كانت ترغب إن إحنا نبقى موجودين إحنا نبقى موجودين، ما ترغبش مفيش حاجة، هنفضل إخوات وأشقاء ونبقى متعاونين برضو مفيش حاجة. مرة ثانية برحب بيك فخامة الرئيس دكتور حسن، بتمنى لك كل التوفيق، لكم في مصر أشقاء وأصدقاء تستطيع أن تعتمد عليهم. شكرا جزيلا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Your Excellency, my dear brother, it's a great honor and privilege to return to Cairo. أن أتي إلى مصر استجابة للدعوة الكريمة من فخامتك الرئيس عبد الفتاح السيسي. أود أن أشكر جمهورية وحكومة مصر العربية وشعبها على الاستقبال الحار، وكذلك كرم الضيافة لي والمقدم لي ولوفدي في هذا البلد الشقيق والصديق. بالنسبة للصومال فإن مصر حليف تاريخي وبلد شقيق وصديق ومساند لنا، حيث نعمل على إقامة علاقات تتسم بالازدهار وتستند إلى الاحترام المتبادل بين البلدين. فخامة الرئيس، في مناقشتنا الآن من الواضح أن حكومتينا قد تجد أنه من المفيد أن تعمل عن كثب من أجل الدفع قدما بالروابط الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين، فهذا لمصلحة الشعبين، ويقدم كذلك طمأنة ويبدي كذلك التضامن في هذا الوقت الحرج والرؤية غير اليقينية وحالة عدم اليقين على المستوى العالمي، ونعمل معا في مواجهة حالة عدم اليقين والصدمات الخارجية التي واجهها اليوم. أود أن أشكرك سيدي الرئيس على الدعم المستدام والذي لا يلين في مواجهة مذكرة التفاهم غير القانونية التي تنتهك سيادة والأراضي وسلامة الأراضي الصومالية، وهذا الموقف لمصر يبدي التزاما قويا لمساندة مصر لدولة الصومال وشعبها في الأوقات العصيبة، وكذلك تكفل أن قواعد القانون الدولي تتمسك بها. أحد نتائج اجتماع اليوم والتي نشعر بالفخر إزائها هي اتفاقية الدفاع الجديدة الموقعة بين مصر والصومال والتي وقعت أمامنا اليوم. هذه المعاهدة التاريخية هي شاهد على الدفاع المشترك في مواجهة الإرهاب الدولي والذي نكافحه في وطننا وفي الخارج، كما أنه كذلك ورقة عمل لتبادل المعلومات والخبرات سعيا نحو السلام الإقليمي، السلام والاستقرار الإقليمي والدولي والوطني. أن سيدي الرئيس، إنني على ثقة أنه بالقدرات العسكرية المشتركة للجيش المصري وكذلك الشجاعة والعزم، فإننا سنعمل وسننجح على تأمين الصومال
من كل المخاطر التي تهدد شعبنا والعالم أجمع. اليوم في الختام سيدي الرئيس، أنه لشرف لي أن أتقابل معكم مرة أخرى، وأتطلع إلى كذلك أن نعمل على دفع قدما بنتائج مناقشتنا اليوم في المستقبل القريب. الصومال كانت ولا تزال حليفا وصديقا وشقيقا للحكومة المصرية وللشعب المصري. التقدم الذي أوضحته الآن سيدي الرئيس، فإن الصومال كانت صارمة في السنوات الماضية نتيجة للدعم الذي حصلت عليه من العديد من البلدان الصديقة والشقيقة، ومصر كانت واحدة منهما التي ساعدت مصر التي ساعدت الصومال على أن تقف هذا الموقف على الساحة الدولية، ونشعر بالامتنان لهذا، وسنظل ممتنين لهذا الموقف في المستقبل. إننا نتطلع إلى مستقبل مشرق لشعبينا في السنوات القادمة. شكرا سيدي الرئيس.